عزيزي المشاهد، أنعمت مساء. أتلقى العديد من الأسئلة بخصوص كتابة الأهداف بدقة، وقد شرحنا عدة مرات طريقة الكتابة لأنها من الأشياء المهمة في طريقك إلى تحقيق الأهداف. طبعا السعي والقيام بمجموعة من الأشياء في طريقك إلى تحقيق الأهداف تبقى غاية في الأهمية، خاصة السعي إليها وعدم الاستسلام طبعا والرغبة الكبيرة في تحقيق ما تريد. لكن الكتابة ترسخ طبعا هذه الأفكار في العقل الباطن، والمعلوم أنه إذا كانت الكتابة بمشاعر طيبة وحافظت على هذه المعنويات أو طيلة الفترة التي تريد أن تحقق فيها الأهداف فإنها تتحقق بإذن الله. طريقة الكتابة بسيطة جدا طبعا، والمعلوم أنها تضع ورقة وقلم وتكتب ما تريد وما هي الأهداف المسطرة، وحبذا لو وضعت الورقة التي كتبت عليها هدفك الكبير وهدفك الذي تريد أن تحققه في مكان حيث يسهل رؤية هذه الكتابة وهذه الورقة المعلقة طبعا عدة مرات في اليوم. وقبل النوم طبعا إذا كان من الإمكان أن ترى في هذه الكتابة، لأن الكتابة ترسخ الفكرة في العقل الباطن فتتحول إلى مشاعر، ومن مشاعر إلى قناعة، ومن قناعة فإن العقل الباطن كما قلنا سوف يتيح لك إرسال الذبذبات إلى الكون بإذن الله لتتلقى العديد من الفرص. إذا عزيزي المشاهد، اكتب ما تريد. الكتابة دائما هي الوسيلة المثلى لحث العقل الباطن على تبني هذه الفكرة. اكتب ما تريد عدة مرات، حاول أن تضع ما كتبت في مكان حيث ممكن أن ترى تلك الورقة عدة مرات في اليوم، وخاصة قبيل نومك بقليل. الكتابة دائما تكون بمشاعر طيبة، ولا تشعر بالحرمان أبدا مما كتبت، بمعنى أن تكون لديك القدرة على أن تحافظ على مشاعرك الرائعة وطيبة طيلة الفترة التي تسعى فيها إلى تحقيق هدفك. اكتبوا أهدافكم لتتحقق بإذن العلي القدير، لكن لا ننسى دائما السعي وراء الأهداف، لأنه لا ينفع كما قلنا أن نكتب الهدف فقط في ورقة أو مذكرة ونقول سوف يأتي الهدف ليطرق بابنا، لا أبدا. الكتابة ترسخ القناعة في العقل الباطن، والعقل الباطن يرسل الدبدبات الموافقة لما تريد للكون بإذن الله. وطبعا الكون بإذن الله سوف يتيح لك العشرات من الفرص التي لها علاقة بهدفك، لكن عليك أن تسعى بكل قواك. السعي مهم لأن الفرص سوف تتاح أمامك، ما عليك إلا الانقضاض عليها طبعا لتتحقق أو لتحقق ما تريد. أقول دائما وأبدا بإذن العلي القدير. يوسف حسن، إلى الملتقى.